والجوع يزغث من يمنع كريم من وتلي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات أبناء القبائل والسن الجذاع، وفي رابع أيام هذا المهرجان وعلى بركة الله ينطلق الشوط 20 الخاص للقعدان من مسافة 6 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول المراكز، هنا نجد بشعار محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل مهند بشعار عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادم والمتقدم هنا المندفع مع ثالث الأسماء. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرى الأسماء المنطلقة والمندفعة، وصل القادم والمنطلق مع رابع الأسماء ومع ثالث الأسماء. الأسد بشعار سالم بن قنوم بن مسلم العامري يتقدم هنا يندفع مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز المتقدم والمنطلق مع ثالث الأسماء قادم ومنطلق، هنا مفرج بشعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد يتقدم مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، القادم شاهين بشعار فهيد بن حمد بن صالح آل فهيدة المري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة في دائرة النداء. نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى أول المراكز وأول التحديات. نجد على الصدارة هنا محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. هنا نجد مع الصدارة. ثاني المراكز غادم ومندفع مهند عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز متقدم هنا الأسد سالم بن قنوم بن مسلم بن حمرور العامري مع ثالث الأسماء. ورابع الانطلاقات غادم الصيرمي سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يتقدم مع رابع المراكز، يقدم لنا الصيرمي. وخامس المراكز المتقدم والمنطلق راهي محمد بن سهيل بن محمد بن الحطم العامري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. شعارات أبناء القبائل متواجدة وسن الجذاع على أرضية ميدان الشحانية في رابع أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والصدارة. نجد مع أول الأسماء محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي يقدم لنا نجد من بداية الانطلاق وهو متربعا على عرش الصدارة. نجد بشعار محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي. ثاني المراكز وصل الأسد سالم بن قنوم بن مسلم بن حمرور العامري يتقدم مع مركز الوصافة. ثالث الأسماء مهند عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم مهند مع ثالث الأسماء. رابع المراكز راهي قادم محمد بن سهيل بالحطم العامري يقدم لنا راهي مع رابع الأسماء. خامس المراكز تسلل الصيرمي سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يتقدم مع رابع الأسماء يقدم لنا الصيرمي. وخامس المراكز راهي محمد بن سهيل بن محمد بالحطم العامري مع خامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا
الأعزاء، ورى الأسماء هناك في الخلف أراها قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. بدأت هنا الصفوف الخلفية بدأت بالزحف إلى هناك الصفوف الأمامية من تتنافس من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. نعود إلى البداية، نجد على المقدمة والصدارة من بداية الانطلاق، ونجد يقود هذه المسيرة الأصيلة بشعار محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي مع البداية مع أول المراكز. ثاني الشعارات الصيرمي السعيد بن مطر بن دحروي العامري يتقدم مع ثاني الأسماء مع مركز الوصافة. ثالث المراكز غادم مهند عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز القادم والمتقدم راهي محمد بن سهيل بالحطم العامري مع رابع المراكز. خامس المراكز وصل القادم الأسد سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ولكن البداية والصدارة، بدأ الانطلاق، بدأت السرعة من قبل هذه الأصايل. نجد على الصدارة مع أول المراكز محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي يقدم لنا نجد والكيلو متر الأخير والخطير. نجد على الصدارة محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي. ثاني الأسماء وصل الصيرمي سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يتقدم مع ثانية الأسماء. ثالث المراكز غادم هنا بدران عودة بن سالم بن عودة العطوي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل التبر بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري. وخامس المراكز وصل المتقدم من الجانب الآخر هناك الماهر حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة إلى البداية، نجد مع المقدمة، نجد مع الصدارة وبدران بشعر عودة بن سالم بن عودة العطوي. ولكن نجد يتقدم بشعار محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي. وثالثا الماهر حمد بن محمد بن سعيد الدرعي. ولكن اعود الى الصدارة الى البداية، العطوي تسلل مع بدران، بدران بشعار عودة بن سالم بن عودة العطوي مع الفوز مع الانتصار. تبوك الورد يتقدمون مع بدران عودة بن سالم بن عودة عطوي. من يقدم لنا بدران؟ واسعد الله صباحك يا ابو سالم، والسلام الى تبوك الورد. تهانينا والناموس لمالك بدران عودة بن سالم بن عودة الربيلي العطوي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل نجد بشعار محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي. وثالث المراكز، ثالث المراكز حضر الماهر حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي. ورابع المراكز وصل سياف جابر بن صالح بن محمد بن ناصر العامري. وخامس المراكز وصل مفرج بشعار فرام بن عتيق بن محمد آل بريد المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هو بدران ولحظة وصول بدران إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 9:03:38. تهانينا والناموس لمالك بدران عودة بن سالم بن عودة العطوي من قدم لنا بدران. ثاني المراكز وصل نجد، التوقيت الزمني 9:04:26. تهانينا والناموس لمالك نجد محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي. ثالث المراكز وصل الماهر، والتوقيت الزمني 9:04:64. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي. فتهانينا والناموس للجميع.